عن وضعية الطرق في العالم القروي للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي. تفضل سيد النائب. شكرا سيد الرئيس. السيد الوزير، نسائلكم على استراتيجية للنهوض بأوضاع الطرق بالعالم القروي وشكرا. شكرا سيد النائب. جواب سيد الوزير المحترم. سيد النائب المحترم، أولا بالنسبة للطرق القروية فكما تعلمون المغرب خطى خطوات مهمة في هذا الإطار. كان البرنامج الأول والبرنامج الثاني ديال الطرق القروية اللي تنجزت فيه واحد نسبة معينة ديال 26,000 كيلومتر واللي مكنات من الوصول إلى نسبة ديال فك العزلة إلى 79%. ومن بعد دار مخطط اخر اللي هو مخطط ديال تقليص الفوارق المجاليه اللي تبرمجات فيه واحد 22,000 كيلومتر ديال الطرق القرويه الغير مصنفه، واللي تحققت فيه 8,000 كيلومتر من طرق القرب و 3,800 كيلومتر من طرق القرب وبناء وتهيئ 17,500 كيلومتر من طرق غير المصنفه. وكل ذلك ساعد على بالطبع تقليص وفك العزله على المواطنين في العالم القروي. شكرا سيد الوزير. تعقيب سيد النائب المحترم. شكرا سيد الوزير المحترم. تعتبر المسالك والطرق من الركائز الاساسيه لدعم التنميه المحليه بالعالم القروي، وتعرف الباديه صعوبات شتى في بناء الطرق والمسالك نظرا لصعوبات التضاريس بها، ومع تهالك الطرق القديمه يظل العالم القروي في كثير من الجهات معزولا اجتماعيا واقتصاديا عن الحواضر التابعه لها اداريا. إن برنامج تقليص الفوارق الاجتماعي الذي كرست له الحكومة مبالغ مالية انطلاقا من سنة 2017 ونحن على مشارف نهايته بسنة 2023 الذي كان له وقع إيجابي على ساكنة العالم القروي، إلا أن بعض القرى والبوادي لا زالت تعاني من خصاص في البنية الطرقية. وعلى سبيل المثال للحصر، هناك بعض الطرق، هناك الطريق 43/15 الطريق الجهوية التي الرابطة بين جامعة عام الصفلية إقليم قنيطرة وجامعة سيدي علي البحراوي إقليم الخميسات، بالإضافة إلى الطريق الجهوية 42/48 الرابطة ما بين سيدي حي الغرب وجامعة المقرن. هذا السيد الوزير، هذه الطرق تعرفوا واحد الدينامية كثيرة ديال الحركة ديال الشاحنات، خاصة أن هذه المنطقة تعرف واحد المنطقة الصناعية واللي تتوافد عليها واحد مجموعة ديال المستثمرين، بالإضافة إلى استعمال السيارات ديال المستخدمين. نطلب منكم سيد الوزير على أساس أن تأخذوا هذه الطرق بعين الاعتبار من أجل يعني التخفيف على الطرق الأخرى اللي تتعرف واحد الاكتظاظ في استعمال اليومي لهذه السيارات. وشكرا. شكرا سيد النائب. هل هناك تعقيب إضافي؟ تفضل. شكرا السيدة الرئيسة. السيد الوزير المحترم، الطرق الإقليمية راها طرق قروية بامتياز، الجواب ديالكم ما جبدتوش الطرق الإقليمية وهي يعني هي اللي كتربط الساكنة ديال العالم القروي في الجامعات وفي المداشر بالمركز ديال الإقليم. مع الأسف هذه الطرق ما كنعطيوهاش حقها من الإصلاح وكتوجد في حالة سيئة في أغلب هذا. وخير دليل نعطيك مثال في الطريق الإقليمية ديال في طنجة، في إقليم طنجة أصيلة، اللي الرقم ديالها 4602 واللي هي المدخل الجنوبي الشرقي ديال مدينة طنجة، اللي الحالة ديالها سيئة وجعت متدهورة في هذه الأمطار الأخيرة اللي نعمنا الله بها، ورجعت ماشي طريق، رجعت عبارة عن خنادق، واللي دابا كتهدد المصلحة ديال المواطنين والحياة ديالهم الاقتصادية والاجتماعية. لذلك كنطلب منك سيد الوزير المحترم باش تدخلوا باش تصلحوها وتصلحوا النقط السوداء اللي فيها باش ما تقطعش على الناس وتسرعوا بالاصلاح ديالها والتاهيل ديالها. راه الاتفاقيه اللي مع اللي دارت مع الجهه راها في الامضاء، خصكم عاد تسرعوا بالاخراج ديالها الحيز الوجود، وهذا رجاء من الساكنه. وشكرا. شكرا السيد النائب المحترم. تفضل. من المجموعة النيابية لعدالة السيد الوزير المحترم، رغم أن نسبة فك العزلة عن العالم القروي في مجال الطرق مهمة ولا يمكن إنكارها عبر مجموعة من البرامج وعبر الحكومات السابقة،
وأمام مجموعة من الحوادث التي صاحبت أمطار الخير ما زالت هناك مسالك طرقية تعتبر تحديا حقيقي لربط هذه المناطق بعجلة التنمية ومسيرة ديناميتها الديموغرافية والتحولات الاجتماعية والاستجابة لحاجية السكان. وجب الإسراع بإيجاد حل لمشاريع طرقية متعطرة وصيانة للطرق التي تدهورت عبر برنامج الصيانة الذي وعدتم بوضعه. شكرا سيد النائب المحترم. السيد الوزير. شكرا سيدة رئيسة، شكرا السادة النواب المحترمين. أنا فقط بغيت نرجع لثلاثة النقاط. النقطة الأولى هي مرتبطة أولا بالصيانة، لأنه هذا الإشكال إشكال حقيقي لمطروح خصوصا بالنسبة للطرق الغير مصنفة. اللي يمكن نقول لكم وهو بالنسبة للبرنامج ديال الطرق القروية اللي قامت به الوزارة، فقررنا أن بالنسبة للقانون المالي لسنة 2023 أننا نوفروا واحد الحصة خاصة لصيانة الطرق القروية، لأن لا يعقل أن الطرق تكون ومن بعد 4 سنين 5 سنين فهي تترجع متهالكة وتا واحد ما غيمكنلو يستعملها، وهذا تخلق إشكال كبير. وبالتالي إن شاء الله غنحاولوا نتجاوزوا هذا الإشكال وتنشوفوا مع الحكومة أنه كذلك في إطار البرنامج ديال تقليص الفوارق المجالية أن الدار كذلك واحد النسبة خاصة للقضية ديال صيانة ديال الطرق القروية. النقطة الثانية بالنسبة للطرق الإقليمية فهي تدخل في إطار الصيانة، وانتم عارفين بأن 46% ديال الميزانية ديال الوزارة تتمشي للصيانة، وبالتالي يمكننا إن شاء الله نباشروا للأمور اللي تفضلتوا بها، ومعلوم في إطار الشراكة مع الجهة فورا إن شاء الله التوقيع، نطالبوا إن شاء الله في العمل في هذا الإطار. وبالنسبة للنقطة الأخيرة وهو أنه اليوم كذلك بالنسبة للطرق القروية خصنا نعرفوا بأنه كاين معلوم خصاص كبير، ولكن في نفس الوقت ضروري نحدوا الأولويات، وسنعتبروا بأن اليوم بغينا نعطيو الأولوية للطرق السياحية، الطرق اللي تدي الأسواق، الطرق اللي تدي المدارس، الطرق اللي تدي المستوصفات اللي هي اللي تتشكل في الواقع الوسائل الأساسية ديال التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة للعالم القروي. وشكراً.